انه ماتش ديربي معناتها مهما كانت صفه نتاعو ودي ولا رسمي. تتذكر في وقت من الاوقات حتى البوليميك اللي صارت وقت اللي جمال بالماضي يتكلم ويقول كيفاش معناتها تونس ويقعدوا في الكلاس اخر من تونس ونقعدوا نحن في الكلاس اقل من تونس. وقتها جاوب زاد جلال القادري بون قال وقتها هو شك شويه جمال بالماضي في انه منتخب تونس يستحق تاهل لكاس العالم الاخيره في قطر، فقالوا ان شاء الله انتم تربحونا واحنا نترشحوا ديما. دونك تقعد كما قلت مقابله حتى على مستوى التصريحات تقعد مقابله معناتها كبيره بين تونس والجزائر. اليوم المنتخب الجزائري كما كنت نحكي حمزه قبيله فايز على منتخب اوغندا تقريبا بتشكيله ثانيه، ما وقت نشوف القائمه نتاع اللاعبين اللي لعبوا تقريبا فيها حتى اسم من الاسماء المعروفه الكبيره في المنتخب الجزائري باستثناء بعض التغييرات صارت تقريبا في الشوط الثاني. يقعد غدوة نهارة المقابلة في نهارة ثلاث باش نعرفوا اسكو باش يكون فما تغييرات. أكيد المنتخب الجزائري باش يغير، ريح من لاعبيته الأساسيين، أكيد باش يلعب تقريبا بتشكيلة شبه رسمية ضد المنتخب التونسي. كيف كيف جلال القادري ما نعرفش شنو ماليزاتو اللي عنده، شكري ونعيمي نجمو يحكيوا على الأمور الفنية، ولكن ما تصورش عنده برشا تغييرات برشا ورقات في غياب كما قلت قائمة كبيرة من اللاعبية على المنتخب التونسي على الترابس كما علي معلول كما إلياس الصخيري كما يوسف المسيرتي. معناتها هذم اللي كانوا مستانسين يهزوا المستوى ويرفع المستوى اكيد بغياب الملاعبيه هذم بهزيمه تونس مع غينيا مطالب المنتخب الوطني التونسي برده فعل على الاقل عوده بتعادل مقابله وديه صحيح، ولكن ربما تنجم تخلي المنتخب بوندوت معناتها راهو نحب ولا نكره ما تعرف معناتها كل شيء ينجم يكون ستابل في الجامعه التونسيه لكره القدم. اذا كان تصير هزيمه وتجي بعد هزيمه اخرى ربما تشعل الاضواء الحمراء على جميع المستويات، نتكلم على المستوى الاطار الفني على جميع المستويات اللاعبيه. دونك فينالمون نتصور انه جلال القادري باش يلعب المقابله هذه بضغط كبير، ربما بضغط مقابلات الرسميه اكثر منها مقابله وديه. واضح. نعطي القائمه نتاع المنتخب الجزائري. جمهورنا الرياضي كما استمعتم إلى الإعلام التونسي والذي تكلم على المباراة اللي راح تجري بين تجرى بين الجزائر وأيضا تونس. تونس الذي يعني صراحة بعد الهزيمة أمام غينيا كما قالوا هم الإعلام التونسي راه يقول باللي نقص الخطر يعني ضرب، خاصة إذا خسرت تونس، إذا خسرت تونس أمام المنتخب الجزائري. كما تكلموا أيضا على غيابات المنتخب التونسي لكن راهم يقولوا بأن الفريق بما حضر، وتكلموا أيضا على فوز الجزائر حتى بمنتخبها الثاني أو بالبدلاء الجدد لأول مرة يلعبوا في أدغال إفريقيا. أيضا تكلموا التونسة على أنه ممكن يعني يدير لهم مشكل خسارة أمام الجزائر وهي الجامعة التونسية يعني رايحة تضرب حسابات أخرى إذا خسرت تونس، ممكن في المدرب ممكن في اللاعبين ممكن في الطاقم الفني كامل، يعني راح يعني نقص الخطر كما قالوا هما اللي راهم يقولوا باللي راح يضرب يا خوتي. اعطونا رايكم في التفاصيل ومربوحة للمنتخب الجزائري طبعا.